الكلمة مريم. بجدد التحية بيك يا كابتن هيثم، وطبعا بضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. زي ما حضرتك قلت بالظبط، وعقب يعني انتهاء المباراة ما بين الأهلي وباتروجيت بفوز الأهلي 3-0، يمكن في المباراة الأولى في الدور الثاني. طبعا دلوقتي بيشرفنا يكون معنا الشقيقين، المدير الفني للنادي الأهلي كابتن ميدو مصلحي، وكمان المدير الفني لنادي باتروجيت كابتن هاني مصلحي. طبعا برحب بيك يا كابتن ميدو في البداية، ألف مبروك. طبعاً النهاردة يمكن شفنا مباراة يعني رائعة، يمكن كمان اكتمال الصفوف في الفريق ده شجع طبعاً الفريق أنه يحسم المباراة مبكراً في الأشواط المبكرة. بسم الله الرحمن، الحمد لله. طبعاً ده يعني إحنا بنكمل مسيرة الدوري. الماتش الأولاني طبعاً كان له تأثير كبير جداً، كانوا عملوا ماتش هايل علينا، إحنا عملنا محاضرة كويسة قوي والحمد لله، يعني قدرنا نحسم الماتش 3-0 الحمد لله. كابتن ميدو، يمكن يعني اللقاء مع باتروجيت بعد الخساره منه في الدور الاول، عايزين نعرف اكتر يعني كان الاستعداد ازاي، خاصه انه 11 مباراه يمكن الاهلي خسر فيها مباراه وحيده كانت امام باتروجيت. يعني احنا ماشيين عادي خالص في الدوري، يعني ماتش وكان عدى الحمد لله، عدينا كل كلها. لعبنا الحمد لله ماتش زمالك وكسبناه، والدور الثاني ماشيين فيه كويس قوي، بنستعد كل ماتش بماتش. ماتش بتروجيت فرقه كويسه جدا، فرقه من الشباب، هاني عامل فرقه ممتازه جدا. عايز اقول لك ان الشباب الصغير لما كانوا عايزين يلعبوا كتير ما لقيتش ايد امينه زي هاني ان هو يمرنهم في شركه في في في, في, في نادي بتروجيت. فالحمد لله يعني الفرقه هناك كويسه، فالنهارده عملنا محاضره كويسه قوي عليهم والحمد لله. طبعا انت عايز اوصل سلام كابتن هيثم مضيف الكرام، طبعا يعني بيقولوا لك الف مبروك وبيسلموا عليك كتير جدا يا كابتن. الله يسلمهم، وهم يعني انا متابعهم وبعد الماتش يعني بتابع على اليوتيوب كده الحمد لله، يعني سلمي لي عليهم كتير وشكرا، الف شكرا. المشوار اللي جاي يا كابتن، يمكن عندنا الاثنين مباراه لا تقل اهميه عن مباراه اليوم يوم الاربعاء، برضو يعني مشوار مكتمل في الدوري، عايز اعرف منك اكتر. لا احنا عندنا في 11 يوم عندنا 5 ماتشات، احنا النهارده ماتش، عندنا هليوبلس، عندنا سموحه، عندنا الترسانه، وعندنا سبورتنج قبل رمضان. كل الماتشات دي ورا بعض، حمل عالي جدا على اللعيبه، ان شاء الله هنعمل نحاول نعمل روتيشن كويس كده والناس كلها تلعب ان شاء الله. بشكرك جدا يا كابتن، نورتنا والف مبروك.